الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، وأسكنه الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء، فأهبطه إلى دار الابتلاء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء، وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء، وما منهم أحد إلا جاء معه بفرقان وضياء، ثم ختمت الرسالات بالشريعة الغراء، ونزل القرآن لما في الصدور شفاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الرسل والأنبياء، وإمام الأبرار والأتقياء، دعا أصحابه إلى الهدى فلبوا النداء، هو القدوة النيرة في الصبر على البلاء والعمل لدار البقاء، وهو الأسوة المشرقة في الزهد في دار الفناء. فكم مرت شهور لا طعام له ولأهل بيته إلا التمر والماء. أيها الأحبة، تلبية لرغبتكم في إلقاء كلمة عن فضيلة العشر الأوائل من ذي الحجة. إن العشر الأوائل من ذي الحجة موسم من مواسم الخير التي ينبغي على المسلم أن يتعرض فيها لنفحات رحمة أرحم الراحمين، وذلك بالإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام من صيام، قيام، إحسان، قراءة قرآن، تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، استغفار، وهلم جرا. أيام فضلها العليم العلام على سائر أيام العام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والترمذي وأبو داود وابن ماجه والطبراني في الكبير بإسناد جيد، ولفظه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وفي رواية للبيهقي قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها، حتى العشر الأواخر من رمضان. ولكن الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وبهذا يجتمع شمل الأدلة. واعلم أن فضيلة هذه العشر جاءت من أمور كثيرة، منها الأمر الأول أن الله تعالى أقسم بها، والإقسام بالشيء دليل على أهميته. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: إنها عشر ذي الحجة. قال ابن كثير وهو الصحيح. الأمر الثاني الذي منه جاءت فضيلة العشر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد بأنها أفضل أيام الدنيا كما تقدم في الحديث الصحيح. الأمر الثالث الذي جاءت
منه فضيلة العشر أن الرسول حث فيها على العمل الصالح لشرف الزمان بالنسبة لأهل الأمصار وشرف المكان أيضا، وهذا خاص بحجاج بيت الله الحرام. الأمر الرابع أنه أمر فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كما سلف. الأمر الخامس أن فيها يوم عرفة، وهو اليوم المشهود الذي أكمل الله فيه الدين، وصيامه يكفر آثام سنتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيد من شر إلا أعاذه الله منه. رواه الترمذي بإسناد حسن. الأمر السادس الذي أخذت منه فضيلة العشر أن فيها يوم النحر الذي هو أعظم أيام السنة على الإطلاق، وهو يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه من الطاعات والعبادات ما لا يجتمع في غيره. الأمر السابع من الأمور التي أخذت منها فضيلة العشر أن فيها الأضحية والحج. أيها الأحبة، هذه العشر الأوائل يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون، وواجب المسلم استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة، وذلك بأن يخص هذه العشر بمزيد من العناية، وأن يجاهد نفسه بالطاعة. وإن من فضل الله تعالى على عباده كثرة طرق الخيرات وتنوع سبل الطاعات ليدوم نشاط المسلم ويبقى ملازما لعبادة ربه ومولاه. فمن الأعمال الفاضلة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذه العشر: العمل الأول الصيام. يسن للمسلم أن يصوم هذا العشر، والمقصود تسع منها تسع دون العاشر، لأن العاشر يوم عيد، وإنما تطلق عشر والمراد منها تسع إلى اليوم التاسع يوم عرفة. يسن للمسلم أن يصوم فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل الصالح فيها، والصيام من أفضل الأعمال، وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم تسعة ذي الحجة، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء. أخرجه النسائي وصححه الألباني. العمل الثاني من الأعمال الفاضلة في أيام العشر التكبير. يسن التكبير أيام العشر، والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه أن يذكر الله إظهارا لهذه العبادة وإعلانا بتعظيم الله تعالى، ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة، ولا سيما في أول العشر، فلا تكاد تسمعه إلا من القليل، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكير للغافلين. وقد كانوا يخرجون إلى السوق أيام العشر يكبرون ويكبر الناس، يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير، المراد أن الناس يتذكرون التكبير، فيكبر كل واحد بمفرده، وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد، هذا غير مشروع. إن إحياء من دثر من السنن أو كاد أن يندثر فيه ثواب عظيم، دل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيء. العمل الثالث من الأعمال الفاضلة في أيام العشر أداء الحج والعمرة، إن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء مناسكه على الوجه المطلوب فيا هنيئا له الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمل الرابع عمران الأوقات بسائر أنواع العبادات الأخرى، مثل صلة الرحم، بر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، الدعاء، الصدقة، غير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعات. العمل الخامس الأضحية، من الأعمال الصالحة في هذه العشر التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي واستسمانها واستحسانها، والمقصود بعد صلاة العيد وهو اليوم العاشر من أيام العشر، ويستمر مشروعية الذبح بعد يوم العيد بثلاثة أيام، ثلاثة أيام التشريق. الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة تشرع للرجل والمرأة وتجزى عن الرجل وأهل بيته وعن المرأة وأهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته، ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة. والسنة للمضحي أن يأكل منها ويهدي لأقاربه وجيرانه ويتصدق منها، ولا يجوز لمن أرد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. رواه الإمام مسلم في الصحيحة عن أم سلمة رضي الله عنها. أما الوكيل عن الأضحية أو على الوقف الذي فيه أضاحي فإنه لا يلزم ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته، لأنه ليس بمضح، وإنما هذا على المضحي الذي وكل في ذلك. وأما الشعر الذي حرم الله أخذه دوما وأبدا فيحرم في هذه العشر وفي غير هذه العشر شعر اللحية. العمل السادس من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام العشر التوبة النصوح، ومما يتأكد في العشر التوبة إلى الله والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى وترك ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا، ندما على ما مضى وتركا في الحال وعزما على ألا يعود في المستقبل، والاستقامة على الحق بفعل ما يحبه الله تعالى، وأداء حقوق الغير أو الاستسماح منهم أو الاستسماح منهم. والواجب على المسلم إذا تلبس بمعصية أن يبادر إلى التوبة حالا بدون مهلة بدون تمهل بدون تسويف، لأنه أولا لا يدري في أي لحظة يموت، ثانيا لأن السيئات تجر أخوات، وللتوبة في الأزمنة الفاضلة شأن عظيم، وإلا فالتوبة واجبة في جميع الأزمان. فإذا اجتمع للمسلم توبة نصح مع أعمال فاضلة في أزمنة فاضلة فهذا عنوان الفلاح. قال تعالى: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فليحرص المسلم على مواسم الخير فإنها سريعة الانقضاء، وليقدم لنفسه عملا صالحا يجد ثوابه أحوج ما يكون إليه يوم القيامة، فإن العمر قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم، والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمآب. الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ما منها عوض ولا تقدر بثمن. المبادرة المبادرة بالعمل والعجل العجل قبل هجوم الأجل.
وقبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموت بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء محبوسا في حفرة بما قدم من عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.